وجه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مدير الرعاية الاجتماعية بالمحافظة بشار التميمي ومدير بلدية تكريت المهندس أنس فلاح بوجوب اعتماد التعليمات وشروط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كمقياس لتوزيع الأكشاك المخصصة في المجمعات التسويقية للعاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة. ويذكر أن صلاح الدين أول محافظة عراقية أنجزت بناء المجمعات التسويقية في أقضية بلد وسمراء وتكريت كخطوة أولى.